إغلاق محيط المنطقة الأثرية في سباستيا بشكل كامل. تفاصيل هذه الإغلاقات وهذه الممارسات والانتهاكات الاحتلالية مع رئيس بلدية سباستيا السيد محمد عازم عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا. أسعد الله صباحك بكل الخير سيد محمد. صباح الخير لكم، صباح الخير لكافة مستمعي ومشاهدي تلفزيون الفجر. أهلا وسهلا بك. بداية، ماذا يعني مثل هذا القرار وكيف من شأنه أن يؤثر سلبا على طبيعة وسيرورة الحياة في منطقة سباستيا؟ يعني الاحتلال يتضرع في كل مرة بأن هناك في فترة الأعياد اليهودية يتم العمل على إغلاق المنطقة الأثرية لإتاحة المجال أمام العصابات الاستيطانية من كافة المغتصبات في الضفة الغربية للوصول إلى بلدة سباستيا بسهولة ويسر بدون أن يكون هناك أي نوع من الاحتكاكات مع أهالي سباستيا الذين يقفون سدا منيعا أمام هذه الانتهاكات الاحتلالية. ولكن هذه الانتهاكات وهذه الخطوات التي تقوم بها دولة الاحتلال ما هي إلا مقدمة لتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يسعى الاحتلال تنفيذه في تهويد المنطقة الأثرية. وكما تحدثنا معكم سابقا بأن الاحتلال رفض ما يزيد عن 32 مليون شيكل لتهويد المنطقة الأثرية في بلدة سباستيا وفرض أمر واقع حتى تصبح بلدة سباستيا كما هي الحال مدينة الخليل والبلد القديم في الخليل عندما الاحتلال بدأ بالعمل على تهويدها بشكل بطيء جدا، واليوم أصبحت هذه البلدة فارغة من سكانها الأصليين والإصابات الاستيطانية تستولي عليها بيت وراء بيت. وهذه ما يحدث في بلدة سباستيا من خلال هذه الاقتحامات ومن خلال هذه الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال وإغلاقه للمنطقة، يعني أن كل مواطن فلسطيني يمنع عليه الوصول إلى تلك المنطقة وكذلك أصحاب المنشآت وأصحاب البيوت يمنع عليهم من الوصول إلى بيوتهم أو الخروج من بيوتهم أثناء تواجد الاحتلال. هذه الأساليب وهذه الممارسات هي أساليب تستخدمها حكومة الاحتلال لإفراغ المنطقة الأثرية من الفلسطينيين ويبقاها فقط متاحة أمام العصابات الاستيطانية، وخاصة أن الاحتلال كما تحدثنا برصده لعشرات الملايين من الشواكل تهويد المنطقة الأثرية وضع ملامح تنفيذ هذا المشروع، وهو وضع وشق طرق التفافية داخل المنطقة الأثرية وإقامة بنية تحتية تخدم فقط العصابات الاستيطانية. نعم، إذا أردنا أن نعود إلى الوراء قليلا سيد محمد ونتحدث عن خصوصية المنطقة في منطقة سباستيا وكيف كانت بالفعل تشكل يعني إرثا وتراثا أثريا وكذلك الحال منطقة سياحية نشطة، لكن الآن كما ذكرت باتت خالية وخاوية للأسف وفارغة من سكانها ومن زوارها كذلك الحال. بلدية سباستيا يعني في البداية بذلت جهود كبيرة خلال السنوات السابقة وبالفعل استطعنا من العمل على إقامة مشاريع سياحية داخل المنطقة المتاحة العمل لنا بها داخل المنطقة بها، وبالفعل نجحنا باستقطاب عشرات الآلاف من الزوار الفلسطينيين من كافة المحافظات الفلسطينية. ومن هنا نوجه دعوتنا لأهلنا في كل المحافظات بأن لا تتركوا سباستيا لوحدها، التوجه إلى سباستيا وزيارة المناطق الأثرية رغما عن هذه القرارات الاحتلالية هو وسيلة من وسائل التي من خلالها يشعر أبناء سباستيا بأن هناك أبناء شعبنا يقفون على جنبهم ويعززون صمودهم أمام هذه الأجمال الاحتلالية. بكل تأكيد هذه الاقتحامات كما تحدثنا تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية وعلى المنشآت السياحية التي تعتش منها العشرات العائلات الفلسطينية، ولكن هذه الممارسات يعني نؤكد للجميع بأن هذه الممارسات لن تثنينا عن الصمود والبقاء صامدين فوق هذه أراضينا وحماية لموروثنا الثقافي والحضاري. ومن لا يعرف سباستيا تبعد هي حوالي 12 كيلومتر عن مدينة نابلس وحوالي 17 كيلومتر عن مدينة تولكرم. بلدة سباستيا هي البلدة الوحيدة في فلسطين التي تكتنز هذه المعالم التاريخية الضخمة جدا. هناك العديد من المعالم الأثرية التي تم اكتشافها ما قبل الاحتلال الضفة الغربية في العام 1967 وما زالت شاهدة على عمق الحضارات التي سكنت بلدة سباستيا وتركت بصماتها المميزة، وما زال هناك الكثير من المعالم الأثرية والمواقع الأثرية في بلدة سباستيا لم تكتشف، ولكننا نعمل جاهدين على اكتشاف المزيد من المواقع الأثرية. وبلدة سباستيا هي متحف ضخم وكبير جدا موجود على أرض بلدة سباستيا. إجمالا نتمنى السلامة، كل السلامة لكم جميعا سيد محمد ولكل الأهالي في سباستيا. أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل سيد محمد عازم رئيس بلدية سباستيا، شكرا جزيل الشكر لك.